السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله متابعين بداية. طبعاً اليوم راح خلني أعرفكم على نفسي، معكم أسامة هيد باريستا بمحمصة حبرو. تمام؟ ألو؟ كنترول؟ تمام. حلو، اليوم طبعاً بيكون يوم بسيط خفيف، بيكون المتسابقين ما عندهم يعني ما عليهم ضغط، بندربهم أو مو بندربهم، بنقيمهم على أشياء علمناهم عليها أول، يعني اللي يبون. أنا ما راح أطلب شيء، بس اللي بيجيب المتسابق أنا بجربه. طبعاً من المتسابقين اللي بيجهز قهوة، ومنهم اللي بيسوي جلسة وأنا بقيمه على الجلسة. طبعاً هنا عندنا ماخذين تيم لسبب ما، بس عادي ما عندنا مشكلة، نقيمهم كلهم على الجلسة نفسها. كيف طيب. وأنا الصدق ودي أسولف مع واحد، أنا تو قلت لك لا تروح معهم، فبسام تعال شوي. ما شاء الله الكاب وين شايل؟ أهم شيء عجبك بس. حلو والله جايز. الله يسعدك. حلو طيب، أنا عندي موضوع كذا بسيط. تفضل تعال. كيف شعورك اليوم؟ والله شعور حلو. ويعطيكم العافية قهوة تحبها. الله يعافيك. ما قصرت والله. الله يعافيك. تعلمنا كيف نحضر القهوة. تعلمنا كيف نقدم القهوة. جميل. لسه باقي كثير. أول ما جيت وما كنت أعرف شيء أنا. صدق. لا باقي كثير. الموضوع يعني سهلات، القهوة كلها بس ميزان وقهوتك درجة طحنة خلص. واختيار القهوة. اختيار عادي، هي مسألة ذوقية. اي بس بعضهم يفضل يعني مثلا قهوة اثيوبية، بعضهم يفضل القهوة اكيد اكيد كولومبية كذا. طيب انت يوم جربت القهوة وش اكثر شيء عجبك؟ انا صراحة غير السبانش، غير السبانش البلاك كوفي. حلو هلو خلينا نكمل. ايش كان النوع تذكر؟ اتوقع هلو اوكي عندك مفاجأة. عندي انا مرحبا. السلام عليكم. يا مرحبا. خل السماعة هنا، الكاميرا هنا. الله يبقيك يطول عمرك. حيال الشيخ عساك طيب. الله يسلمك يطول عمرك. يا مرحبا ومسهلا. يا حبيبي اشتقنا لك والله. وانا والله اشتقت لكم حي والله ذا الصوت يا بنت محمد. يا مرحبا ومسهلا. يا بوي وش ذا المفاجأة؟ يلا حيها. يا بوي ما راح تبرى الباب اللي انت تروح معهم تجي، يقول الله يجيب لي الدولة المنيح. أبشري بي يا بنت محمد ومرحبا والله ومسهلا. والله أنا أبرك الليالي واسعدها في ذمتي. يا بوي يسعدك الله ويسعد أصدقائك وربعك وقايمين على البرنامج، الله يسعدهم سعادة الدارين إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يسعدكم يا بوي. اللهم آمين. يا مرحبا ومسهلا. أبشرت الأمور طيبة، الأمور طيبة ومبسوطين ومستانسين والعيال عندي كلهم يسلمون علات. يا حبيبي اللي مثلك ما يخاف عليه يا ابوي، راعي دين وراعي عيون طيبة وحبك الرجال، والله يسعد قلبك يا ابو. اللهم امين. اللهم امين. الله يسعد قلبك. اللهم امين. السفر مشتاق لك. وانا والله مشتاق لها ومشتاق لكم والله، وباذن الله بنلتقي قريب ان شاء الله. يا بوي العيال عندي يقولون خلها تدعي لنا. يا بوي الله يرزقهم سعادة الدارين، انهم ان شاء الله رجالهم رجال، الله يسعد قلوبهم. الله يسعد قلوبهم يا بوي. اللهم امين. ادعي للسعدي وادعي المعجب والمحمد مفرح والعيال كلهم اللي هنا. يا بوي صالح البلوي يسعدهم يا بوي. الله يسعدهم. خذ علوم يا عجب. والله بخير لا تنشدين الا عن الطيب. يا حبيبي يا ابوي الله يسعدك ويسعد الدار اللي انت تسكن فيها وديها. اللهم امين. اللهم امين. بس مشتاقه لامك النشيده سلمان اللي رديتها فيها، ظنك ابشري باللي تبي على ذا الخشم. ابشري اللي جاورتهم في الربيع. يا حبيبي ابشري يسلم ويسلم وما تشوفين شر. هلا يا ابوي يسعدك الله. اسلم وسلم يا حبيبي. ابشري سلم لي على من عز عليكم واللي عزك. الله يسعدكم بالطاعه وعلى دايمين على الدنيا الصحراء. الله يسعدهم. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. آمين. الله يحفظها ويخليها. الحين خلينا نرجع الفقره. عندنا محمد جهز في 60. طبعا بالنسبه لبسام اليوم استثناء كان الحلقة، حبينا بس مفاجأة يعني مفرحة. طيب بسم الله نجرب الفي 60 حق محمد. وش المحصول؟ ها؟ شفت المحصول قبل لا تسويه؟ ايه. وش هو؟ محصول ايه؟ نوع القهوة نفسها.
طبعا زي ما انت شايف القهوه انواع كثيره. انا هذه صار عندك ثقيله صح؟ بلند. اللون ثقيل بلند. حلو. انا اشربها ثقيله. لونها غامق زي ما تشوف، بس الكميه كثيره. هذه كميه كوبين؟ اي كوبين. كوبين تقع صح؟ انت اللي مسويها محمد؟ اي والله. خلاص خلنا من اللي يطلبها؟ بسام. بسام وين بسام؟ بسام راح. بيجي. طيب خلاص قدم اللي قاعدين بالطاوله. الله يسلمك. طبعا هذه الجلسه هنا من اللي سواها الجلسه؟ سواها انا ومعجب. انت ومعجب ما شاء الله. حلوه الجلسه يعني. قهوتك جميله ما شاء الله. والله اعطتنا جو الارياف. كيف؟ اعطتني جو في الارياف. اشوف احنا اعتمدنا على هذه الجلسه في النظام الكلاسيكي. ها؟ والطراز. حلو حلو. الطراز الاوروبي. الطراز الاوروبي. حلو. اي والخشب طبعا سنديان من الصناعه الفرنسيه. اي واضح واضح انه شيء جوده. احنا اعتمدنا على الطراز هذا الكلاسيكي. جميل. كم اخذكم الموضوع؟ افضل كافي في العالم كان يعتمد على نفس الطريق هذه وهو موجود في جزيره فوكت. حلو. في تايلاند. حلو حلو. احنا اخذناها منها من هذا الطراز. حلو. الله يعطيكم العافيه. تعبنا عليها لين جبناها الى هنا والله. الله يعطيكم العافيه. انا اتوقع اسامه كان يحسب كالطقطق لين قلت له. هاي جلستكم؟ طيب ابغى اسوي طيب تكفى النقاط. سوي نقاط. والله ناثقي. ثقان. طيب. عبد الرحمن وش اشرب؟ عايض وعبد الرحمن هاي طاولتكم؟ هاي جلستكم متواضعة؟ طاولة صاحب فلوس. يلا يلا ابو شعب. ابو دد. ايش تبغانا نسوي؟ طيب الشباب قبلكم كان عندهم تفاصيل كثيره، اعطوني تفاصيل عن الطاوله. وقربتين عن الطاوله، الجلسه، نوع الخشب، نوع الاسفنج اللي مستخدمينه. جلسه كلاسيكيه اسفنجي. حلو. ايطالي. ايطالي. الخشب هذا جاي من امريكا. حلو. الاسفنج هذا من اليونان. ايه. طيب ابشر. القماش هذا من اليونان. الاسفنج اسفنج. علمته ايطالي. ايه. مايك. حلو جميل. طيب الحين تجيكم مشروبات. ابيكم بعد انتم. ابيكم انتم. نعيد لك. عيد لي. اسفنج ايطالي. حلو. الخشب هذا من امريكا. تو الخشب كان ايطالي لا اسفنج ايطالي وخشب من امريكا. طيب القماش من اليونان. اخر شيء. طيب اخر كلام ايش عندك؟ اخر كلام هذا هو. هذا اخر كلام. ايوه هنا امريكي. الخشب وشو امريكي ولا ايطالي؟ امريكي. اسفنج ايطالي. حلو. هذا من حلو. اليونان. حاول انك ما بعد اليونان والله ماشاء عالمي الموضوع. كيف الرسمه؟ طيب. ايوه ايوه الحمد لله. كيف الشغل بس؟ جميله ممتازه. انت اللي سويتها؟ اي والله. حلو حلو. خلينا نجرب. اسامه ممكن اشرح لك الخشب. اسامه طبعا الفوم هذا فوم وشو؟ الفوم هذا درجه الفوم هذه ايش؟ فوم وشو ما اعرفه. خلينا نشوف خلينا نوري الكاميرا. هاي الكاميرا تشوفون رثمت الدلب. شوف خلنا نشوف نفسه. والله نفسه جميل الرسم. كيف قهوه محمد مفرح؟ ابدا من الطعم خل الرسم. طيب الحين نرجع لموضوع الفوم. الفوم هي رغوه الحليب تمام. الرغوه. انت يوم تجي تبخر في صوت يطلع معك اللي هو تس تس تس. هذا وشو؟ هذا دخول الهواء بالحليب تمام. كل ما زاد معك هذا الصوت كل ما زاد الفوم او الرغوه. بس اني طقيت الكوب حق الحليب. هنا طبعا هنا وش تلاحظ؟ الفوم زايد او الرغوه زايده. فيعني تبخيرك كان زايد دخلت فيها هواء بزياده. بس عادي هذه نقول كابتشينو. نقول كابتشينو خلينا نجرب بسم الله. ثعيت فيها دمرتها. طيب في مشكله طبعا يواجهونها اغلب الناس يوم يبدون بالتبخير والرسم. المشكله هي يكونوا مو مركزين على موضوع الخلط. الحين انت يوم تشوف البارستا يصب القهوه يسوي فيها زي كذا تمام. هذا هو الميكسينج او الخلط. هنا الخلط عندك ما جاء ممتاز لان انت مو مركز عليه. انت يمكن ركزت على الرسمه اكثر. لا ما طولت هنا بس. حلو مو على طولت او لا. الموضوع هنا اي انك تخلط القهوه بحيث انه يصير الاسبريسو مخلوط مع الحليب. ما يجيك طعم حليب طاغي او طعم الاسبريسو طاغي عرفت. فالكوب ممتاز بس يعني في ذي المشكله طعمه حليب شويتين. ترى مسفر اللي دمه. الرسمه حلوه. لا تصرفها على من اللي سواها انت ولا لا؟ معليش انا بس ترى الشغل درجات. طيب. دام معتاد درجات. حلو حلو. رغم ان الخلطه هذه. طيب خلاص شيلها. كانك كثر اللون. لا 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 ابد هذه كوبين. هذا حق مين؟ هذا حق.
حق مين هذا؟ حقي. طيب هنا طبعا اذا شفت القهوه انشف، نحاول بالفي 60 ان القهوه ما تنشف. شوف هذا، هذا بدون كذب، بدون ما حد يسوي لي. اي 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 حلو. انا ابي زي كذا، انا ابي زي كذا، مو يجي واحد يصرفها على الثاني يقول مو بنا. طيب خلينا نجرب هذه. هذه طبعا جاي يعني نص قلب. طبعا ترى جلستها هناك عايض استحال جلستي. طبعا يعني يمشي حاله. يمشي حاله بس جميل. امشي الطعم بالنهايه. بس شف صالح، الحراره شوي مرتفعه. زايده شوي. او مو بشوي والله كثير. والله. شف امسك الكوب. والله صدق حاله. طبعا شف كتبخير يوم ترفع حراره الحليب وش يصير؟ يصير الحليب يفقد الحلاوه حقته. ايوه صح. يفقد الحلاوه حقته. بالضبط. يعني بس شوف شوف صالح، شوف هذه العلامات هنا، شوفها هذه دليل على تبخير كويس بس ناقص. ايوه تبخير كويس بس انه ناقص فيه الحراره الرسمه. أيوة. والفوم شوي ادخل داخل او الرغوه خلينا نقول شوي زايد. صراحه صراحه محظوظ انا في الكوب ده صراحه. ادخل اسامه هنا. حلو. احس اني بدلت. حلو. هذا وش هو في 60؟ هنا عندنا قهوه بلاك طبعا الواضح فيها انها ثقيله. ثقلتها؟ ثقيله لاني عشان النوم يطير. حلو خلينا نجرب. بس كطعم ذا خفيف. طعم ممتاز. جدا. ممتاز الطعم. جدا. وبالعكس يعني هي مساله ذوقيه ترى، يوم تعمق بالموضوع المسائل الذوقيه مثلا مره كثير. مزاجي يختلف عن مزاجك عرفت؟ فعلا. فانا مثلا اثقلها، انت انسان تبغى خفيف. وهي كقهوه انت مسويها فهو بكيفك بالنهايه، بس يعني تستاهل درجات هذه طبعا. اكيد. بس كذائقه عامه يعني الواحد يحاول يكون بالوسط، ما يكون كذا ولا يكون كذا. الثاني علشان حلو. هنا نشوف ولا انت تفضل. في تفاصيل عند صالح؟ تفاصيل الطاولة بعد؟ عندكم كلام نهائي؟ صحيحة صحيحة. عندكم كلام نهائي؟ لا لا قلتها كلام نهائي. أصبر خلينا نشوف يمكن يختلف الكلام. يا أخوي إيش كلاسيكية؟ الخشب من أمريكا. هذا دخيل علينا جلسة. حلو علمني. أوكي يعني مو هو اللي. لا والله ما ندخل. يا حبيبي يا حبيبي أنا. طيب طيب شوف صالح، خلينا نقسم الموضوع بينك وبينك. الاسفنج وش من وين؟ الاسفنج هذا يا طيب السلامة جايبينه لك من طبعا هذا ترى لا لا علمني اسمه جلد لا تصرف الموضوع مو بجد لا هو سالفه اسفنج اصبر خليني اقول شفت يعني ما يعرف علمت عايض يدري انا هذا البلوط طبعا بلوط اي هذا بلوط خشب اسفنج من وين اصبر خشب بلوط الاسفنج هذا طبعا محشو من جوا بريش النعام الاسفنج نفسه محشو محشو لا المخده هذه طيب اسمع المخده هذه المخده هذه من جوا محشيه بريش النعام لا شفت ما اعرف من وين انا علمتك والقماش والقماش الخارجي مفصلين من عند السوق الدولي شوف صالح عايض علمني الاسفنج من وين اذا علمتني فهذا يعني انك تعرف اذا ما علمتني هذا يعني والله العظيم انت ماخذ الجلسه من عايض والله انا اللي جايبه لا يا اخوي حسبي الله عليك شريتها بفلوسك حسبي الله شريتها بفلوسك لا لا ما شربته اليوم قهوه صح ما تقهويته شباب لا لا ما تقهويته ما صح صحته اسمع شريتها بفلوسك لا ما شريتها بفلوسك يا خلاص من شراء انت شريها بفلوسك لا كم شريتها استاذ سعود العتيبي ان شاء الله توك تقول وين سعود العتيبي المدير ايه مو بحقتكم هذه لا بس لا حقتك ولا حق صالح لا علمنا علمنا من انا حافظ سعود العتيبي هنا يا اخي تعبان الخشب هذا من امريكا امريكا الجنوبيه واسفنج من ايطاليا وهذا من اليونان ادخل معهم لا شيء على القلب اصرف والله صرف لها قلب تعبان هو قلب لك هذا خلنا نوري الكاميرا طبعا شنو والله ذا الحين بقهوه من شوف عليها قلب شوف الرسمه واضحه شيك شيك على القلب شوف هو يعني قلب بس انها طويله شوي لك عليه لك عليه عليه ظروفه اي لك عليه اللهم لك طيب في مشاكل بالكوب بدك تطلعها لي اي وش التبخير كان زايد شوي حلو التبخير زايد بس ممكن يكون كابتشينو ممكن يكون كابتشينو انا ما نسي يعني كابتشينو بس اذا هو كابتشينو فهو التبخير عادي حراره زايده حراره جدا زايده تمام يا الزلمه وعندك تشوف هذه الفقاعات اللي بالحليب هذا بسبب الاسبريسو طيب لا صح لا لا شوف في حاله واحده في حالة واحدة ممكن يطلع فيها فقاعات من القهوة إذا الإسبريسو حمصتها جديدة البن نفسه إذا حمصتها جديدة حلو. يكون فيه غازات كإسبريسو
البن بعد ما يتحمص يقعد من 7 أيام إلى 14 يوم قبل لا تستخدمه كاسبريسو. ما تجي غزر. حلو. حلو. قبل لا تكمل مدة ال 14 يوم هذه، لو استخدمت الاسبريسو ورسمت تطلع الغازات اللي بالاسبريسو تطلع الفوق وبتسبب لك الفقاعات هذه. بس هنا البن عندنا طبعا له اكثر من 14 يوم، فمشكلتك وشو؟ مشكلتك بالتبخير. تبخير طبعا على وش يعتمد؟ وش هو التبخير؟ مبدا التبخير نفسه، انت تبي تجيب الحليب البارد هذا، تبي تدوره وتبي تدخل فيه هواء تطلع فيه رغوه. تمام. كتدوير هو اللي يسبب لك الفقاعات هذه. اذا الحليب ما دار كفايه، اذا ما دار بطريقه صحيحه بالاناء حق التبخير، هي كذا كذا يطلع لك. طبعا كل ما دار الحليب جزيئات الحليب نفسها تتصادم ببعض مع الهواء مع كل شيء اللي قاعد يدخل بالحليب ويصير متجانس. هنا عندك ما في تجانس. المفروض يعني خليت وقت اطول. لا مو وقت اطول، كان المفروض الدوران يكون صحيح. طبعا يوم تبخر لاحظ ان في زي زوبعة يقولون لها، ايوه، بنص الاناء تلاحظ ان هذه موجوده. هذا دليل ممتاز ان تبخيرك كويس. بس لو ما طلعت هذه او ما صار الدوران كويس يطلع لك زي كذا فقاعات. طبعا هذه شعورها كيعني تذوق ما هو كويس، لان ما تحسه متجانس، عرفت؟ تحس الفوم او الرغوه مفصوله عن الحليب نفسه. حليب صراحه انا مسوي لا حق يعني. حلو. بس كطعم وخلط ممتاز. طيب صدق طيب. انا ماسك سماني. اوكي. انت عارف رسمتك؟ دقيقة. والله ما قصرت. هذه رسمة اسماعيل. اي اسماعيل من هو؟ لا رسمته. اصبر طيب دقيقة. خلنا نبدا بحقة عايض هاي، صح؟ والله ما بحقته، دقيقة. عايض انت قاعد تدخل على كلنا. دخلت عليهم الجلسة ودخلت عليهم الحين بالباب. دقيقة بالله اصبر دقيقة على اذنك. طب والله خلاص. هوني صار سرق قبله. اسمك؟ محمد بن جابر. حلو يا محمد. حلو والنعم فيك. خلنا نجرب. طبعا شوي على الكاميرا خلنا نشوف الرسمة الجميلة هذه. طبعا وش هذه الرسمة؟ وش المفترض انها تكون؟ هو قلب عرس مع هو يعني قلب وعليه اجنحة. قلب فيه نقاط. حلو. هو شرح لي اياها قبل لا. حلو يعني رسمه عميقه هذه. حلو. الكوب طيب. كبير شوي. طيب عندك نفس المشكله اللي اول. والله اني داري. شوف الفوم اقل. تمام. اقل من اللي قبلك. وعليكم السلام. عاد الفوم اقل. طيب بس عندك الفقاعات. دوران الحليب ما كان كويس. نفسي. الحراره نقدر نقول متوسطه. حراره كويسه. خلينا نجرب الطعم. نفس مشكلتك. عليك تاكي اثنين محط مين ام الدوري. ما انخلط زين. طعمه جاي على حليب. شوف يوم تذوق قهوه سم طال عمرك وطعمها جاي على حليب عفوا. وش تكون المشكله؟ تكون المشكله انك يوم تصب على الاسبريسو ما خلطتها زين. اي والله مش تسيد. ما اختلطت. اي اذا صبيتها زيده سيده عفوا ما اختلطت القهوه. ما اختلط. خلينا نشوف الرسمه هذه. طبعا هذه محمد ال دنعه. ورده هذه يا محمد. نعم. ورده ما شاء الله جميله. إيه توها الوردة ما انضجت بس يعني حلوة. يعني جاها دقة كذا. إيه حلو. خلنا نجرب. يلا يلا يبرد. هذا سبانيش. جميل كسبانيش. بس وش مشكلة السبانيش؟ أنا قلت لكم قبل فقرة ما نبي سبانيش. ليش؟ السبانيش فيه محل. تمام. أنت قاعد تحط قهوة مع الحليب مع المحلي. السويت هذا. يوم يكون فيه حليب ومحلي ما يمديك تقيم الاسبريسو فعليا، لانه يكون طعم الحليب وطعم المحلي مغطي على طعم الاسبريسو. فكتقييم ممكن قيم كتبخير بس كطعم ما اقدر، لانه هو بالنهايه محلي. بس كشكل كحراره ممتاز. ركز في الاطار. طيب نشوف هذه الرسمه. طبعا عليها حرفك هذا. اي حرف. ما شاء الله. حلو جميل. الحرف حلو. الرسمه حلو. انت انتبه حاليه. تمام. لا في دمك يعني. طيب اشرب بس. لا تحكي. خلينا نجرب. بس قبل لا نجرب خلينا نعطي بعد الملاحظات. عندك فقاعات حليب ما دار زين، وعندك الخلط ما كان زين. لو تشوف هنا، لو نشوف يا كنترول بنشوف ان الرسمه في حولها الوان كثيره ابيض وبني. هذا بعد دليل ان القهوه ما اختلطت زين.
يوم صب الحليب على الاسبريسو ما اختلطت تمام. حراره حراره نقول كويسه ابد. عندي كلمه ابد. تفضل تفضل بسام. عندنا بسام عندك كلمه تفضل. اول شيء انا احب اشكر الاداره الله يبيض وجيههم ويطول عمارهم ويعطيهم الصحه ويعطيهم العافيه. واحب اشكر الاعداد جميع صالح. واحب اشكر كذلك مدير القناه. اسلم خلي على خصم. كمل كمل يا بسام كمل. اول شيء احب اشكر الاعداد واحب اشكر الاداره الله يعطيهم العافيه ويبيض وجيههم ويطول عمارهم. طاري بنت محمد نوما سلي وطالتن الراسي والله العظيم اني الفرحه الليله ما ادري شو صراحه اني انصدمت وصراحه اني تفاجات ما كنت متوقع. لكن الله يبيض وجيههم ويطول عمارهم والله يطول عمر والدتي ويخليها لي وطاريها واسمها عزلي وطالت الراسي والله يخليكم اهلكم جميع. الله يحفظها لك يا استاذ. ما في شك. طيب شباب نرجع لموضوعنا. نفس ما قلت لك نفس الملاحظات. خلينا نجرب الطعم. البرنامج برعايه السيف جاليري اي ثو للخياطه الرجاليه ايا كلين شاي ثلاث تسعات موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات صرة وقف مشكات الحرم. هل استمعت لتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ محمد أيوب أو أئمة الحرمين؟ من علمهم القرآن الكريم؟ تعلموا في حلقات تحفيظ القرآن، وكل من علم وساهم في حفظهم شريك لهم في الأجر. هل تتمنى أن تكفل طالباً يكون إماماً للمصلين يوماً ما؟ 15,000 طالب وطالبة بانتظار مساهمتك في وقف مشكات الحرم ليكون لك أجر صلاتهم وقراءتهم وتعليمهم للقرآن مدى الحياة. وتذكر أن صدقتك في أطهر بقاع العالم. وقف من المشكات يرجو بذلكم في مكة الغراء يبغي الباري أضم بها الوحي الكريم منزل والله قدمها على البلدان. تمتع بالطعم الحقيقي للشاي شاي ثلاث تسعات شاي عالمي. العرض الأكبر من السيف جاليري خصم 50% على أكثر من 2000 منتج متوفر في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني. انتهزوا الفرصة. السيف جاليري حياكم. التفكك الأسري، سوء الحالة الاقتصادية، زيادة جرائم العنف والسرقة، زيادة حوادث السيارات، الاضطرابات النفسية والعقلية لدى متعاطيها. اختر حياتك. اختر حياتك وتذكر نحن مستهدفون في وطننا ومجتمعنا. لنكن يدا واحدة لنعزز حصانة المجتمع تجاه المخدرات. لا تتردد أبدا في الإبلاغ عن تهريب المخدرات وترويجها. تواصلوا مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 995. اوكي نرجع لموضوعنا. نرجع لموضوع الرسمه. خلينا نشوف. طبعا نشوف الرسمه جميله ممتازه احلى من اللي قبلها. انت الجميله بس عايض. انت رسمت قبل كذا ما كان زي كذا الرسم ولا لازم تتعلم يوم بيوم؟ ما كان زي كذا لازم تتعلم. طيب هنجرب الحين. هنجرب. حراره زايده شوي احس فيها عشان ابطينا. حلو. تبخيرك ممتاز. الحراره زايده. الخلط ممتاز. الرسم زايده من الوقفه. وقفه وش؟ اي نزل حراره وش؟ لا الحراره تجي من التبخير. حراره من التبخير. اوكي بس عندك نفس المشاكل اللي اول. فقاعات كثيره ولون القهوه من فوق شوي
يعطي دليل ان القهوه ما انخلطت زين، بس كطعم طعمها كويس. طيب خلاص الحين هنوزع نقاط. طيب هذه فلات وايت، هنجرب فلات وايت. هذا كابتشينو، كنت راسم قلب بس ما ادري ايش جاء. تفاحه احس ولا احس مناسب. انا مغرب اختبرك واشوف انت كيف. ابد ممتاز، حرارة ممتازة، خلط ممتاز، تبخير شوي زايد أو جاي متكتل يعني لأنه ما انخلط زين بعد. طيب الحين أبي الشباب اللي قدموا لي مشروب أو سووا جلسة. مين؟ تفضلوا شباب. تعالوا يا جلساتنا هناك. الحين خلنا ندخل التقييم. انت ما قدمت شيء؟ قدمت شيء؟ راح اسوي بسرعه، اسرع شيء، اسرع شيء. يا الربع اعطوني اي شيء. طيب شباب خلينا نبدا فيكم انتم. لا ابد خليكم، انا افضل الوقفه. عندنا صالح قدمت كابتشينو ولا كان حرارته زايده؟ كان حرارته زايده شويتين زايده. خلاص خلينا نسجلك صالح. نعطيك. تدرون كل مشروباتكم ترى كانت متشابهة صدق. أنا طبعا ما راح أشرب، تعرف إيش خنجر. لا ممتاز أكثر كثير. شوفوا تبون صدق، كلكم كانت مشروباتكم حارة بزيادة. مشروب ماجد. مشروب ماجد حرارته ممتازة، حرارته ما تحرق لسان، بنفس الوقت قهوة حارة، عرفت؟ فجاية أقرب للدافية. طبعاً هذه أفضل شيء بالحرارة. تحافظ على حلاوة الحليب نفسه. والإسبريسو يكون طعمه واضح، إنه يكون الحليب ما هو مغلي، يكون مسخن. طيب نرجع لموضوع النقاط. مشعل هو شف ماجد بيسرق منكم شوي نقاط لأنه مشروبه جداً حلو. طيب. خلاص انتوا كم شخص قدم المشروب؟ خلينا نعد 1 2 3 4. خلينا نعد نكمل. 5 6 7 8 9. طيب اللي قدموا لي 9 خلاص. طيب شباب وصلنا القرار النهائي. طيب كل احد قدم لي مشروب بوزع عليه. مشروباتكم كانت جدا متشابهه، عرفت؟ فلا احد يزعل، لا احد يزعل. طيب انا تقول بسرق منهم نقاط شوي؟ ايوه شوي. دفني شوي. كل احد قدم لي مشروب 50 نقطه. تمام انا بزعل. راضين؟ اي راضي. ماجد بياخذ 60. زيادة 10. خلاص فحك حلو. لا شوف اني رسمت لك قلب هناك. طيب في واحد بالي الحين، في واحد بالي مشروبه كان مو بحقه، مو هو اللي سواه. شكل عايض. عايض انت. دقيقه خل عشان ما اتهمك غلط. والله ما سويت شيء. الفلات وايت اللي قدمته انت سويته؟ ايوه. متأكد؟ وش الدليل؟ انا هنا، انا اللي راسمه. تبغى اسوي ثاني ارسم لك؟ انا هنا عند احمد حني. مو بهنا، عند احمد حني. عنده ما المشكله، ايش تسوي فيه؟ طيب الرسمه ما كانت بالمستوى اللي كان عليه يعني اخر يوم. ارسم لك واحده ثانيه؟ ايه ابيك تسوي لي واحد ثاني ونشوف. ابيك ترسم لي نفس الرسمه. ليه؟ يلا عاد سريع. طيب وش هذا؟ اسبريسو؟ طيب عايض يلا خلاص اعطوه. خلني اعطيك اياه بيميني عشان سلبت. يلا يا عايض. وانا خلاص كويس انا. ايه انتم كويسين. طيب امسك بس عايض، في تحقيق شوي معك. ليه تحقيق؟ ليه مظلوم انا مشروبك كان حلو بزياده. طيب انه تدري ليه؟ حطيت دبل شوت اسبريسو. لا الرسمه كانت حلوه. تفضل عايض، ابيك ترسم لي الا الملح. خلاص اطلع. هاني هدي يقول بشلك واضرب كلب. يلا عايض. اسمع يقول بشلك واضرب كلب. معجب. انا قصت ترى.
طيب ها عايض، طب شوف شوف عايض، خلني اجرب الاسبريسو حقك، خلني اجرب الاسبريسو اسرع، عطني الاسبريسو اللي مسويه. ايه هذا انت مسويه؟ هذا بشربه. انت مسوي؟ ابي اجربه لازم، خلني اقيم. ايه تبغى تقيم الاسبريسو امسك. اهلا كيف حالك؟ تمام. وش هذا؟ خلاص خلص التقييم، خلص تقييم تبي اليوم المشكله انه مخلصين. والله مخلصين، خلينا نجرب حق عايض. خلينا نجرب. تقدر تذوق هذه سامة ولا ما ما يدخل التقييم؟ صبر صبر صبر. شوف شوف 40 يا عايض. 40 ايش؟ 40 نقطة بس. على التوب هذا كله سويته 5 فلايت وايت واربع اسبانيش وست اسبريسو 40 نقطة. ظلم يا ولد ظلم. كم عطى؟ ما ابغى نقاط. وزعنا عليكم، وزعنا عليكم. كم عطى؟ كم عطيتهم؟ خلاص تحدى واحد يسوي مثلي. طيب انتهينا اليوم، طبعا كان يوم جميل على الشباب اتوقع. عايض شوي مو بجميل يومه مره بس يعني تمام الحمد لله. جميل بس انك ظلمتني. والله ما ظلمتك عايض، مو بحقك. خمسه مشروب الاول مو بحقك. وسته اسبانيش. انا ما شربت الا واحد. ثلاث اسبانيش سويتها كلها سويتها انا مصفى تشوفها. ما شفت الا واحد. انا كلها مصفوفه. هذه الشباب مسوينها. انا مسويها. ان شاء الله المره الجايه عايض. طبعا نشكركم مشاهدينا والسلام عليكم.